مسافر صلى مع مقيم وهو لم يعلم أنه لم يجب عليه الإتمام، فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟ إذا كان قصر خلف المقيم فعليه إعادة الصلاة، لأن من صلى خلف المقيم فإنه يأخذ حكمه يتابعه ويكمل الصلاة معه، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بال المسافر يتم خلف المقيم، قال: تلك السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.